mm alles. En na de السلام عليكم معكم إلهام شرادي مقاولة مغربية في ديار الأوروبية بالضبط في هولندا وصاحبة كتاب الطبخ المغربي الأصيل مع إلهام حول المائدة الكتاب الفكرة ديالو جات صراحة بأولا من الهواية ديالي لأن الهواية ديالي الطبخ و... و... وأنا معروف على صفحات التواصل الاجتماعي بالطبخ والتقديم والمائدة والفكرة الأكثر اللي بغينا ن... يعني نشره خارج المغرب وهي نعرفه بالتراث المغربي الأصيل بالقيمة دياله الفكره كانت في الحقيقه جميله جدا والتجربه كانت رائعه ولقات واحد الاقبال جميل بالضبط الناس الهولنديين استقبلوا الفكره بواحد يعني عجبتهم بزاف لان فيها الطبخ الطبخ المغربي ديالنا الطاجين الكسكس وصفات سهله وصفات صحيه جميله جدا يعني انا 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 من طبعي كنفتخر بالمطبخ المغربي هذه هي الفكره اللي خلاتني نعمل الكتاب ومن اكثر الوصفات اللي لقات واحد الاقبال كبير في الكتاب وهي الطاجين المغربي اللي عملت حوالي ثمانيه وصفات في الكتاب ولقاو واحد الاقبال جميل وصفات سهلة ودرناها تاع على حسب الجيل ديالنا الجيل اللي من وراء الجيل ديالي أنا البناتنا أولادنا اللي باش يلقوا واحد الكتاب اللي يقدروا يستمروا به بالتراث ديالنا في المستقبل والهدف والهدف ديالنا من هذا الكتاب هو نشر التقاليد ديالنا بما فيها الضيافة الكرم الوصفات اللباس المغربي والتوقيت والتوثيق دياله لأن إن شاء الله الكتاب غادي يترجم عالمياً وهذا هو الهدف ديالنا والخطوة القادمة إن شاء الله أننا من خلال هذا الكتاب نوثقوا تراثنا المغربي في العالمية